يعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت. 50% من مساحتك يا مصر عشوائيات. هو ده التحدي اللي احنا عايزين ننجزه وعايزين نهزمه. العالمية أبرزها تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 الذي أشاد وأشار إلى وجود إرادة مصرية كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان من خلال إنهاء أزمة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة. لا يمكن حنسمع.